I'm Marwa Saad, the professor of medical microbiology and immunology. We're a member, yani, it's my honor, yani, a member of the medical education department. Famer fellow 2020. ده كان ماي جانت شورت في البدايه كنت بعمل يعني بريبريشن للفورم ازاي طبعا عملنا التشوزنج الابروبريت ويب تشامبر للفورم وحتى الان برضو محتاجين اي تي سبورت وعندنا الاي ار بي ابروفل وبدانا فورميشن للتيم وطبعا كان برضو زي ما دكتور ايمن اشار الادمنستريتيف يعني ايشو ان احنا ناخد موافقات القسم وكده على الموضوع اخذ مننا شويه وقت وطبعا عملنا انفيتيشن للاكسبرتيز من خارج مصر ان هم يساعدونا في الشيرنج يعني في النولج والاكسبيرينس وطبعا عملنا انفيتيشن للبارتيسيبنتس ولحد دلوقتي لسه بقى يعني ما حطناش بالظبط الانبوتس هتبقى محطوطه في انهي سكيدجول ده اللي احنا المفروض هنعمله وبدانا بايلوت سامبل بسيطه كده ثرو ويبينارز دي كانت شورت طبعا احنا في يعني هم الفور مايلز تو ذا ستارز ماي ستيك هولدرز طبعا كانت هم طبعا الدين والفاكولتي ممبرز وايفن ماي كوليجز وكمان الجونيور ستاف من الاسيستنت ليكتشرز وال ديمونستريتورز المعيدين والمدرسين المساعدين طبعا المفترض انه احنا كان عندنا التشالنج الاساسي انه الاكسبيرينس قليله في مجال الميديكال مايكولوجي واحنا عايزين نرفع الموضوع ده وده ماي انترست فعشان كده احنا لجأنا لقصه الفورم لانه معظم الادكيشن بلاتفورمز اللي موجوده كلها حاجات بيد فعايزين حاجه تبقى فري ليرنينج وتطلع الباحث او الدارس من قصه ان هو اوبلايجد الاساينمنتس و عشان بس يبقى في نوع من الفري ليرن وانفايرمنت اسهل اللي اوريدي اتعمل ان احنا عملنا ميتنج الادفايزري بورد وانتروديوسنج البروجكت لماي هوم ديبارتمنت سامعيني كده يا جماعه ايوه طيب جيتنج الادمنستريتيف ابروفل من الهيد اوف ديبارتمنت وستارتنج موك زوم ميتنج كبدايه لل يعني بداية الفورم كده بدأنا من خلال الزوم وشوفنا ايه الفيدباكس كانت اخبارها ايه محتاجين نخلص الساينتيفيك ماتيريال طبعا اخذت مننا وقت كبير وطبعا وذين بقى الايرا اوف كورونا وكارانتين وكده طبعا اتأخرنا شوية preparing the students للفري learning experience عايزين نشرح لهم اكتر يعني ايه free learning community وبوتينج بقى السكيدجول بتاع ده حاجه مهمه ان احنا هنعمل كويزز اوف ذا مانث او اوف ذا لسه بفكر فيها اوف ذا ويك وبعدين نرد او هم يعني الناس المشاركين هيردوا على الكويزز دي بشكل ريبورت يعني ريبورت بسيط جدا ونبدا ندسكاس الريبورت ده ونعمل فيريفيكيشن نشوف ايه الاخبار وكده يعني حقيقة انه من القصص الطويله اللي احنا عدينا فيها انا حسيت انه ده simplicity is the shortest way to be unique كل ما بسطنا الامور وخلينا القصص اسهل الدنيا بتوصل اسرع للناس و it's يعني على راي ليوناردو دافنشي it is the ultimate sophistication thank you